عشان بابا قلبك دم دم الوضع برد. صباح الخير يا جماعة الخير. صباح الخير. Good morning. اسعد الله اوقاتكم بكل خير يا جماعه. ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، ربي يحفظكم ويسعدكم دنيا واخره، قولوا امين. اشكر كل شخص دعمنا في الجزء الاول من رحلتنا للشرقيه. معليش هذه يا واد ايش ذا اللحنه مجعزه هذه حقك. اقسم بالله ايش رايكم بالنظام؟ اسمع 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 انت نايم يا مبي لا تفجأ. بس احنا قصته معانا باذن الله اليوم. ما حيصير تغيير بحياتك لا بشغف ولا بحماس ولا بصحاب ولا بفلوس ولا بمصاري ولا بدعاء ولا بإشي إذا ما بتعقلها وبتتوكل. اعقلها، اسعى، اعمل، بعدين ادعي، بعدين اتوكل. ما في اسمه إن شاء الله أوكي، إن شاء الله أكيد بعد ما تعقلها وتتوكل. وهذا أنك تعقلها وتتوكل يعني أنك تخطط وتدرس وتشتغل وتحط خطة عملية لتوصل لها. بس أهم إشي شباب الأند تاعك يكون واضح، الأند يكون واضح، هذا أهم شيء شباب. إذا الأند مش واضح هتتعب. طيب يا جماعة الخير، احنا الحين متواجدين بالتحديد في المنطقة الشرقية في مدينة الجبيل. ايش اسم المكان يا حسن؟ احنا بالفناتير بالضبط في الهيئة الملكية. الهيئة الملكية بالفناتير في الجبيل. طبعا هنا ما شاء الله تبارك الله منتزه، كمان جلسات على البحر على الشاطئ زي ما يقولوا، ورانا البحر هنا، وفي ممشات، في مطاعم ما شاء الله تبارك الله، هيرفي، ماكدونالد، دوز، مقاهي، كافيهات، كلها موجودة. المكان خيال خيال شيء من الآخر. طبعا يا جماعة أنا والشباب وحسن والعيال كلنا راح نكشت قدام البحر اليوم. شوفوا كشت على البحر بس بطريقة ثانية، شوي رايقة كذا، طريقة رايقة. وحيكون في جلسات، جلسات حيكون في جلسات، طريقة غير غير كشت، غير كشت على البحر بس مرة غير. طبعا يا جماعة الخير احنا اليوم متواجدين زي ما قلت لكم في مدينة الجبال وبالتحديد الهيئة الملكية الايش؟ الفناتير. الفناتير، طبعا احنا قدام الشاطئ، قدامنا البحر، هذا المكان الجميل، وراح نسوي كشتة. طبعا كشتتنا اليوم غير، يعني حيكون فيه ان شاء الله شوي وفي حلا وفي قهوة وشاي والعاب. المكان اللي يوديك عالم ثاني صح، ويكملها الشوي، لكن المكان ما يحتاج، فلورنسا وفرت لنا كل شيء صح، بس تتواصل معاهم يوفروا لك كل احتياجاتك. يعني صعب اني اوصف ايش قاعدين يوفروا لك، الاكل، الشرب، القهوه، الشاي، مو بس في البحر، يعني لو عندك في البيت، في الحوش، عندك قاعه، في كل مكان يعني ما هم جهز وشايل هم، والمناسبه جدا تهمك حتى لو مناسبه بسيطه، بس تتواصل معاهم يوفروا ادق التفاصيل بتكون متوفره من حلا وغيره. لا وفي طلبات خاصه ممكن تكلمهم، تقدر تزيد الطلبات صح، تحدد المكان يوفروا لك، يجيبوا لك هي مع الطلبيه كامله. لكن جد طلعك أجواء كورونا وأجواء الحجر اللي احنا عايشينه، تحس انك انت في عالم ثاني. ان شاء الله راح نشوي بعد شوي واحده بس عشان. بصراحه يا جماعه الخير الجلسات جدا رايقه وجدا حلوه، يعني قدام البحر وجلسات زي كذا، ايش تبغى اكثر من كذا؟ اجواء البحر، الشياك هذه صراحه شيء شيء من الاخر. انا مستمتع مستمتع من جد مستمتع، اجواء كذا خياليه. اسمع يا لف البحر، لف لف ثاني يا ابوي هنا جلسات. الحين ان شاء الله زي ما انتم شايفين جالسين نجهز عشان نشوي البرجر. المشي الحالة هنا يا جماعه عالم ثاني يا اخي، تحس انك مبسوط كذا، شعور مره حلو. كيف شعورك وانت قدام البحر جالس؟ شعوري احسن. درجه الحراره يا جماعه 18. ها ابو بردان، والله برد يا جماعه الخير. البرجر يهون على كل حاجه يا حبيبي، ترى الوضع برد مرة برد مرة، لازم تأمن نفسك. الدفع يا حبيبي الدفع، تأمن نفسك من الحين. بس المنظر مرة خرافي للآخر. ها مرة أهم شيء يا عدنان لحم البرجر، لكن الأهم شوي البرجر نوعية اللحم، هذا بريسكت وعجل مع بعض،
إذا جودة اللحمة البرجر تمام عندك لا تشيل هم البرجر، الباقي كله سهل. أهم شيء إيش؟ اللحم. فأهم شيء عندك في الشوي البرجر لحم هي الأساس، الباقي كله سهل. الخبز الخلطات هذه سهلة. نورت يا حب، شوف حتى النور كيف جاي، نور الإيمان على وجهك. هنا الشيف عمر جاهز، خبرة سنين. أول شيء بنبدأ فيه خبز البرجر، أهم شيء خبز البرجر يكون مو شرط لكن إذا يفضل بطاطس. الفرق بينه وبين الخبز القمح أنه لين ويعطي طعم إضافي، لكن أهم شيء قبل ما نحمصه نحط عليها طبقة زبدة تعطي نكهة بالخبز البرجر. طبعا يا جماعه الخير، عمر هو الشيف، انا بس مجرد جالس اتعلم الحين عشان ان شاء الله مره ثانيه حنطلع انا وحسن الكشتات الجايه. اليوم بذوق البرجر، اليوم انا بذوق البرجر وكمان حتعلم منه. طبعا يا جماعه الخير، شفتوا انتوا احنا كنا جايبين اغراض الشوي والبرجر والطماط وكل شيء، بس احنا ما قدرنا نصور لكم الطبخه وطريقه الشوي. ليش؟ لانه ما في اضاءه، للامانه ما في اضاءه عند البحر زي ما انتم شايفين، سواد ظلام في الليل. فالحمد لله تم تجهيز البرجر، بسم الله. يا جماعة هذا البرجر، هذا الخبز، خس، طماط ولحم. الله يعطي عمر ألف عافية الشيف حقنا اليوم، ما قصر والله عمر، زبطنا يعني. بالله ايش رايك؟ ما شاء الله تبارك الله. أنا ما قدرت استحنى، خش على طول والله. لذيذ، امسح البيبسي كذا، شم الريحة من أول. الله الفتح، الله الله. أنت كم تدفع في المطاعم لما تروح؟ يوم الحساب على حسب يعني، مع البيبسي 22 ريال بدون بطاطس 20. بحول لك على الصراحة والحالة. طبعا يا جماعة الخير كذا يكون وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع ينال اعجابكم، كان مقطع خفيف لطيف، فلوق خفيف لطيف كذا. يا جماعة الخير راح احط لكم حسابات فلورنسا لتنظيم الجلسات اللي زي كذا على الشاطئ على البحر، عندك احتفال عندك اي شيء تقدر تتواصلون معاهم يا اهل الشرقية. لا تنسوا الاشتراك واللايك والسبسكرايب اهم حاجة، ويا حرام انكم ما ذقتوا البرجر، ويلا سلام. لا ولا حكي.